حكمت المحكمة حضوريا. أولا، الحكم بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان وقيادات أخرى، بينهم خيرت الشاطر وسعد الكتتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي، في إعادة محاكمة 24 متهما في قضية التخابر مع حماس. المحكمة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين، وبالسجن 7 سنوات على متهمين، وبراءة 6 متهمين من بينهم صفوة حجازي وابن خيرت الشاطر. القضية بدأت فصولها في ديسمبر 2013 عندما أحال النائب العام المتهمين لمحكمة الجنايات، ووجهت النيابة اتهامات للمتهمين من بينها التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد هي حركة حماس وحزب الله بهدف ارتكاب أعمال إرهابية وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية وتمويل الإرهاب. وفي يونيو 2015 أصدرت المحكمة أحكاماً بحق قيادات في الإخوان تراوحت بين السجن المؤبد والإعدام، وأعيدت محاكمة المتهمين بعد قبول النقد على الأحكام، وبدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة في أغسطس 2017. تعتبر هي كتابة الفصل الأخير في أخطر القضايا التي واجهتها جماعة الإخوان المسلمين في 50 عام الماضية. فيما يتعلق بتخفيف الأحكام، هي ارتأت أن أحكام الأعدام ربما في المرحلة الثانية أو في درجة التقاضي الثانية لا تستحق الأعدام، وأنها أرادت تخفيض منسوب الأحكام إلى الأحكام المؤبدة. مبدئيا لا أعتقد أن هذا الحكم يمكن أن يؤثر على الحركة المصرية في الملف الفلسطيني بأكمله وفي اتجاه قضية غزة تحديدا، على اعتبار أن القاهرة هي الراعي والوسيط المباشر لعملية التقريب وجهات النظر خصوصا في هذا التوقيت. ويحق للمتهمين الطعن على الأحكام خلال 60 يوما أمام محكمة النقد، إما أن تقبل المحكمة النقد وتعيد المحاكمة أو ترفض الطعن وتؤيد الأحكام، وعندها يصبح الحكم نهائيا وباتا. رند أبو العزم، العربية، القاهرة.